راح استقبله بدينا. الله بالبداز يعني. لا حراقة بس. الشمس هذه مفيدة للجسم. تدري إن الشمس فيها مادة ال. الكوليسترول. كوليسترول. بس اسمع لما أوه بس. هنا بيبول هنا. هذه علاج. هنا يا بيي هنا. سيب له ربع ساعة ويجيك الظلال. يجيك البرد. استريح. مرحبا يا من باع طيبي كله كله يا دواء الخفاق والله مزين الشمس صدق موضوعي يا اخوان اول كذا نبي شمس موضوعي يا اخوان بس نفاد موضوعي كل شوي قبل ما ادخل برنامج صراحه يعني كنت نقول عند وقف عند اشاره الوقف عند اشاره 20 سياره تتوقع اللي قاعد كذا ماسك الدركسون الدركسون زين ويناظر الطريق كم شخص واللي ماسك جواله كم شخص انا اتوقع ما بحد قاعد يناظر الطريق اذا قلنا طيب. اذا قلنا 30 سياره مثلا عند الاشاره ايه احسب يمكن ثلاثه بس قل 10 قل 10 ايه طيب الطريق وزحمه والطريق سريع وماسك جوالك أعلمك عني أنا إيه؟ أنا سافر أروح من الرياض للطائف والجوال في يدي طيب هل تشوف أنه شيء هذا خلت سافر تمشي مشكلة مدامك أنت تستخدم الشيء هذا بس أبا أطرح عليك كذا سؤال السؤال الأول هي ما يحتاج يعني لو سألتي قلت لك هل هالشيء هذا تشوف أنه زين ولا مو زين أكيد أنه مليون غلط أكيد غلط أيوه يا سلام طيب أنا بغيت أموت بسبته طيب السؤال لكم اثنينكم هل الاشياء اللي تسويها وانت بالطريق ضروريه ما تخليك تسوي اذا وصلت لا والله من ضروري السلام عليكم السلام يا مرحبا لك راعيها انت راعي الحلال والله وجهك والله وجهك ابو عاطف لا والله ما يهم ما تسوى اني هذا خله احنا يكفينا هذا ترى واجد والله واجد حتى ذا واجد خلنا انا موجود خلاص حبيبي عرفت يعني الأشياء اللي تسويها مثلا تخلصها هل ضرورية إلى حد أنك لازم تسويها بالطريق هذا ولا مش قاعد تسوي ولا أسولفت عشان أقطع خط بس حبيبي مشيت شلون الصراحة يعني تقدر إذا وصلت تشي مشكلة إذا وصلنا البيت مثلا كل الأشياء اللي نبي خلصنا ونجزع الجوال طيب اجدع الجوال بالطريق عشان إذا وصلت البيت واترك مشتاق للجوال وأصلا جادعتك للجوال من صالحك ممكن واحد ممكن واحد يمسك بريك لا سمح الله يعني كم مقطع شفناه السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كم مقطع شفناه حادث يا شلل أو إصابة قوية أو وفاة بسبب الجوال صح أنا أبو فهد أيام الجامعة عانيت معاناة هما يوميا نروح من الرسل بريدة حول 85 كيلو يوميا الجوال بيدي والله لو حاسب لك كم يعني السياره كذا مالت او كم بغى يطلع علي واحد والله وجهك كم بغيت اصدم واحد انك تنهب والله اني بغيت اموت بغيت اروح ملح مره بغيت ادخل بالشبك مره حذفت سياره يمين مره وانا بنص راحت السياره كذا مالت يسار وفي واحد من هنا كذا بسرعه تدري ايش اقوى الحوادث اقوى حوادث جاء واحد وانت جالس واخذ النعناع حقك فانت هنا راح ترتكب اكبر حد في العالم يا انك تمسك طاس تحليب وتقطع راسه لا تقول يا انك تمسك نعناع حق سعود فهد وتقطع راسه يا انك وين الحين كاس من كاسك لا والله ما شاء الله حلاب ترى حلاب عليك شيء عليك شيء عليك شيء انا بشرب حليب لا انا بشرب حليب طبعا الحين من اللي اخذ كاس كوبك ابو فهد سام هات كوبك حبيبي لك انت؟ ايه لا هذا حق راجح قل لي ليش حق مين ذا يا عيال؟ خل اصلا راجح ما يبي نعناع إذا خلصت النعناع هذا تعال خذ هذا الله عليك الحين نتكلم عن الإسراف الحين عن إسراف لا تصير مسرف صح إيه أسلم أنا واحد من قرايبي زين كان ماسكنا اليسار ومسرع يقص الطريق كله اليسار ما في سيارات بس اليمين فيه وما يمسك بالجوال وأخر الجوال واحد لف فجأة لف صدمه من ورا هذا ربي انجا بس وش صار اللي قدامه لفت سياره وصدمته ماسوره واحد عارفه
نفس الحكاية من الجوال، صدم سيارة من وراء وانقزت للسيد الثاني وصدمت سيارة ثانية وصار في حالة وفاة قوية ما ودي أذكره. مش ثبته الحين تكلم عن إسراف ولا حوادث؟ حوادث. عنك شيء؟ على الجوال، احنا نتكلم عن الجوال وانت تسوق. انا كنت طالع، لا تصب لا تصب لا تصب شوي ابي شوي. كنت طالع من الدوام. اجلس 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 عشان اوصفكم. يلا. كنت طالع من الدوام تسلم ورايح ماسك طبعا طريق ثمامه عشان ابى ادخل على كوبري فحص من هناك يمين جامعه ايش؟ جامعه الامام. حلو. ماسك الخط الدعايه ذي ولا مين؟ السيد ايش؟ اليسار. السيد الايسر. الدعايه ذي ابو لحظه ماشي كم؟ دعايه ذي؟ اي دعايه الامام جامعه الامام. ماسك ودي اوقف منكم من كل شيء. اسمع ماسك السيد الايسر. السيد الايسر تعرفون ايش؟ اسرع سيد. للي بيسقط. لا استغفر الله، ماسك السيد اللي في النص. ماسك السيد اللي في النص هذا يعني ماشي 120 النظامي. مروق. السيد اليسار للمسرعين، اليمين مهدي شوي. عشت. هذه مصيبة لازم واحد يعرفها. فتحت مقطع فيديو قلت ايش بسرعة؟ نظرة الفيديو ونظرة قدام. نظرة الفيديو ونظرة قدام. حياكم الله. المقطع فيديو مقطع قوي. مقطع قوي قوي. اكيد هي تعال. شدك. سرحت فيه. تخيل مصيبة. والله العظيم سرحت في المقطع. يوم سرحت فيه نسيت اعطي النظرة اللي هناك. يعني الحين نظرة الفيديو نظرة هناك. والله نظرة هنا ونظرة هنا. حطيت نظرتين بالجوال. في شيء اشبه لكم فيه. في ورقة. حطيت نظرتين بالجوال. انا نوره. ايه هسه. في ورقة هنا. سام ها. هذا. هذا لا خلاص لا والله عشان ما يسككم الحين مسوي كذا. شوف بس ماسك ايش الجوال باليمين وميل الجوال عشان مقطع فيديو جوده عاليه وماسك الدركسور. نظره يوم نظرتين شد المقطع على نظرتين. نسيت والله العظيم نسيت. دخلت جوا ايش نسيت السياره. اللهم لك الحمد ان السياره مشت ايش سيده في طريقها. يوم تذكرت اني سايق سياره وانا التفت كذا. يوم التفت الا واحد الله يجزاه بالخير حتى سيارته ما نسيتها صغيره كل لا طالع من الجامعه ما دخل السيد حقه. ايش سوى؟ على الوسط. شك المفروض يدخل كذا الواحد صح؟ يعني يدخل كذا 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 بعدين يسار بعدين يسار. هذا ايش سوى؟ دخل كذا على طول. غشيم. كم يمشي؟ 20 30 ما يمشي حر؟ ما يمشي يمشي 20 30 عرفت؟ يلا يكمل يمشي 20 30 الان هو قدامي ما في الا حل واحد يا اني اصدمه يا اني اصدمه. ما في حل. انا ماشي 120 هو ماشي 20 اقول لك ولا شيء ما خرج سبعه الجوال طبعا يعني نسيته. 100 الجوال نسيته تعتبر انت. ايش سويت؟ الان اليسار الخط الايسر اسرع خط واشوف في سياره الان هو قدامي ايش سويت؟ قلت انصدمته خلاص يعني ما معك لا تصدمه ولا اني الف يسار ويصدمني واحد من ورا. قلت اجي الف يسار احاول اني اسرع ولفيت يسار. طبعا صوت فرامل معي وموجود ولف يسار. يوم لفيت يسار الواحد وراي جاي ماشي ظهر 200 ويكبس فرامل ورد يمين انا ويجي وراي اسالني اني ما ادري كيف صار في فيلم هندي فرامل يبي لهم في حمال. علمك انا وقفت مشيت في اليمين مسكت الخط الايمن هديت مره والله يا شباب والله اني الدركسون ماسكه كذا. شوف كيف؟ ما في اعصاب خلص ربشه خلاص اشوف وراي اشوف القزاز في المرايه وراي 16000 سياره كلهم طوط طوط فرامل طوط طوط طوط. هذا شو كم يمشي؟ ما اقدر 20 ما اتحرك. طيب ما اخذ اخر الله لا يبارك في شيطانك. الا السيارات كلها موقفه في اليمين. هو ايش؟ والله ما ادري عن احد ماشي. هو تغيبه ماشي 20 ما اعرف يسوق ماشي 20 لا بارك الله في شيطان. الحين هذا دائما مشكله السواقين يقول لك انا سواق فنان حريف. المشكلة ما فيك انت ولا في سيارتك. واحد يبلاك بشره. المشكلة يجيك واحد يبلاك بشره زي ابو زناد الله يرحمه. الله يرحمه. ابو زناد ماسك خطه ولا هو مسرع ولا شيء. اشارة بعد واقف عند اشارة اتوقع. والله ايه وجاء واحد من ورا ماشي 200 طق من ورا تنكسر. هذا اضمن لك 100% انه على الجوال. الحين جونا على الجوال المعاقين ناس منهم يقولون حوادث. اغلب حوادث. يا اخي اذا كان الواحد يعرف يسوق ويقول انا سواق محترف وانا كذا يا اخي هذه ما كل الناس يسوقون. اوكي احنا معك بس يا اخي في ناس تو مبتدئ في السواقه في ناس ما تعرف تسوق في ناس غشيمه وفي ناس مضطره انها طالعه في السياره مضطره غصب عني طلع. احنا في علم يا ابو اسلم انك واصل حبيبي. ها يعطيكم العافية شباب. ليش انكت كاسة؟
الخير واجد لان الحلال سبحان الله ما يروح بس الحرام يروح. الله يكسر يد العدو وان شاء الله وما اخذ الكول حقي والله اخذكم حقي. راح براس ماله ها اسلم. ف يعني انت تعرف تسوق غيرك ما يعرف يسوق ولازم ناخذ حاجه انه في بعض الاشخاص انا متاكد طالعين من بيوتهم لضروره الحاجه شيء يعني شيء حاجه غصب عنهم يعني مو شرط ان انا اعرف اسوق. في بعض البيوت عندها بعض الاشخاص الاطفال او يقول مثلا في المتوسط ولا في الثانوي في اول ثانوي توهم متعلمين سواقه واضطروا انه يطلعون بالسياره يجيبون لاهاليهم اغراض او شيء. فلا تحسب انك انت سواق مدرك الطاره غيرك يعرف يسوق. ودايم دايم اغلب الحوادث خصوصا في الوقت الحالي الناس صار عندهم خبره في الموضوع السرعه ولا تسرع وما ادري ايش يجيك واحد يبلاك بشره صح. فيا اخي مش مشكله اقول لك تشم مشكله معليش يا حبيبي تطلع من بيتكم تسوق زي العالم والناس وصار عليك حادث قدر الله وما شاء فعل هذا شيء مكتوب. لكن المشكله انك زود انك مسرع تلعب بالجوال يعني يكون سبب الحادث الجوال. حوادث كثيره صارت بس وش ثبته؟ يا واحد خاطم عليك واحد باليك يعني مستحيل يعني الا عاد اذا صرت انت لاهب بسواقه عرفت؟ لكن مثلا تطلع وتلعب جوال واذا صدمت تقول قدر الله قدر الله اوكي. اسال المشلول ابو فهد ايش كان يسمع؟ من اللي من السواقه قل هل تتمنى ان ترجعك ولا تستخدم الجوال في حياتك؟ والله ما استخدم مسوي. يقول اقسم بالله ما استخدم جهاز في حياتي صح بس رجع على صحتي. تلاقيه يقول لا اني ما اعرف اسوق ابي سياره. واحنا ما احنا مثاليين ها؟ احنا نقول ما احنا مثاليين ما نبغى تربط حزام الامان ها ابدا وتمشي 20 امشي احنا نتكلم احنا اول بس لازم لازم انا معاك بس انا ما اقول لك اربط حزام الامان وخلي الجوال اشرب شاهي اشرب شيء. بعض الاشخاص ما شاء الله حاط انت بكرامه رافع رجله وعنده مكيف وتبرد السياره اي يبرد واسمع الشاهي والعصير والجوال ويحرك الطاره بركبته لازم يشارك في رالي حائل. معاذ في نقطة غير الناس يقولوا بركبتهم اعوذ بالله معي في نقطة غير الجوال من هم؟ في نقطة ناس يعني يسوون انفسهم فنانين سوق يعني سوق بركبتي والله يقصد واحد فيكم يعني نمسك الجوال باليدين كلها والله هو انا بلاك ميري ما هو لازم نسوي تطبيق عمل الحين بالسيارة حقت خطة الجنوب الله يفكنا شر العدو والله اني صدت معاذ في نقطة غير الجوال معي ابو وهيبي يا اخوي هارج انا كاتم والله انا ما بنا والله بعض الناس ما ينفع له كذا يروي ذراعي ابو كاتش فيك في نقطه صوت على الهيبي لا 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 ما صوت على الهيبي ما اصل عليك عشان عليك سامحه معاذ عليك انت يا اقول سلمان اقول لك مثلا يا قبل دقيقه لا والله شوف غير قضيه الجوال في نقطه ثانيه زين نقطه ثانيه اللي هي نقطه ان بعض الناس يسوق وهو به نوم هذه صارت لي اكثر من مره فعلا اسوق وانا بنوم ما اقول على عيون القطار يا اخي تعجبني انت لما تعترف بالذنب شلون؟ اي والله تخطيب تعترف انا ما عمري انا اقول لك شوف ما عمري سكت صاحي خل اقول لك انت هنا ما شاء الله كل شوي تنام مو بعد لا الشمس انا داخل بيت الحين يلا والله الجو حلو يا عيال حرام عليكم برقوا في حياتي ما باقي شوي على الشمس باقي نقطه انا اشوف انه بطل اسلم يلا يلا فاقول لك شوف دقيقه الحين بنمشي يلا 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 سم 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 وشو؟ اسلم كمل سالفتك خلنا نقوم يلا. ايه فسواقه وانت تنوم ما تصل. يلا ابو عاطف يلا معنا ابو عاطف يلا. يلا خلنا نغسل